أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السادس في شرح لأبرز الموضوعات التي سيتم طرحها في الأسبوع العاشر من مادة اكتساب اللغة الطور الثاني كتاب أصدقاء العربية. أذكر أن الوحدة الثانية كانت بعنوان هويتي. دعوني بداية أعرف بالمفهوم الرئيس الذي تتحدث عنه هذه الوحدة. المفهوم الرئيس فيها الروابط، أما المفهوم ذو الصلة الأنظمة والأعراف، السياق العلامي الهويات والعلاقات تشكل الهويات. إذن تربطكم أعزائي الطلاب جميعاً علاقات مختلفة، أصدقاء أو زملاء، قد تعبرون عن هذه العلاقات من خلال استخدام مفردات تعبر عن هوياتكم، عاداتكم، تقاليدكم وثقافتكم. أما عبارة البحث والاستقصاء، يرتبط البشر بأنظمة وأعراف لغوية مختلفة تشكل هوياتهم، كنت قد مهدت لها قبل قليل. الموضوع الأول الذي سنقوم بالقيام به أعزائي الطلاب هو وضع المفردات من خلال المعاني التي تعرفنا عليها في مكانها المناسب. كما ترون أمامنا في التدريب التاسع مجموعة من المفردات كمفردة تأخرت، بيج بن، الساعة، أخبار، الطيور، الناس، مدينة، الدقائق. لابد أننا تعلمنا معنى كل مفردة من هذه المفردات. بعد أن تعلمناها يجب أن نضعها في الجملة المناسبة. فمثلاً نقول تقع ساعة ماذا؟ ما اسم هذه الساعة؟ نعم، ساعة بيج بن في مدينة لندن. اعتاد من حول العالم سماع دقاتها؟ بالتأكيد اعتاد الناس سماع دقاتها قبل نشرة أخبار الإذاعة البريطانية. في أحد الأيام تأخرت دقات الساعة عن موعدها لأن عدداً من الطيور وقف على عقرب. الموضوع التالي الذي سنتحدث عنه هو درس القراءة، الدرس السادس، وهو بعنوان الصديقان كما ترى. إذن الدرس يحمل قيمة جميلة جداً لا نستطيع الاستغناء عنها في حياتنا وهي الصداقة. من هم هذان الصديقان؟ ما شأنهما؟ سنتعرف عليها عند ما نقوم بشرح الدرس. أمين وكريم جاران وصديقان يعيشان في جزيرة لانكاوي في ماليزيا، وهما يتعاونان معا في العناية بحديقة البيت، ويستعير أحدهما عددا من الأدوات من الآخر ثم يعيدها إليه. جاء جار جديد وعرفهما بنفسه مرحبا به وسألاه إن كان يريد المساعدة فشكرهما. بعد أيام طرق الجار الجديد باب بيت أمين وطلب استعارة خرطوم المياه ليسقي الزرع في حديقته، ثم عاد واستعار بعض أدوات الزراعة من جاره كريم. تكرر طلب الجار الجديد عدة أسابيع متتالية. ذهب كريم وأمين إلى السوق واشتريا أدوات زراعية وطلبا من البائع أن يلفها على شكل هدية، وفي المساء زارا جارهما وقدما له الهدية فشكرهما وفرح بصداقتهما، ونعم هذه الصداقة. أما الموضوع الآخر الذي سنتحدث عنه هو مهارة من مهارات اللغة العربية وهي الاستماع، حيث سأقوم بقراءة نص عليكم يحدد عواصم البلدان العربية، وستقوم أنت بالإجابة عن أسئلة خاصة بعلم كل دولة من هذه الدول. لابد أنني كنت قد مهدت سابقاً لمشروع الوحدة في صفحة الوحدة، وقلنا أن المشروع سيكون عبارة عن الأكلات الشعبية في أرجاء الأرض. كل منكم حسب ثقافته له أكلة شعبية تعرف بها بلده. ستقومون بكتابة وصفة هذه الأكلة وتقديمها لزملائكم
ولا مانع من إحضار هذه الأكلة في يوم المشروع الذي سأحدده لكم. كانت هذه أبرز موضوعات الأسبوع العاشر. أشكر استماعكم، أراكم في دروس قادمة. طبتم وطاب نهاركم بكل أمل وخير.